وهاب للجديد قد يكون تمني سعودي حال دون دق البحصة. نجلد بالباو الظاهر بدون مرسل غانم من الأسبوع في ساعة لن أدجن. واضح أنه كان في خطة مدبرة محضرة لتدجين مرسل غانم. ريبيكا دايكس البريطانية ضحية القتل والاغتصاب. جبل محسن سار عكس التيار ورفض زيارة بسي. 564 شاب انتسبنا مع شابة لتيار وطن الحر و564 انسحبنا. منطقة جبل محسن بحاجة إلى زيارة رجل دولة مش من بوابة فتح مكتب ليعمل تيار علوي تاني. أردوغان يعلن عزمه نقل السفارة التركية إلى القدس. مساء الخير. الرسم التشبيهي الذي كان غامضاً بالأمس تحول اليوم إلى صورة بكامل الهوية لدبلوماسية بريطانية انتهت سهرتها اغتصاباً وقتلاً في ريف بيروت. فصبية السفارة البريطانية العاملة في السلك الدبلوماسي ريبيكا دايكس سلكت طريقها من الجميز إلى نهر للموت الشنيع في حادث اكتنفه التكتم منذ ليل الجمعة. وإذ تحقق القوى الأمنية في ملابسات القضية، فقد التزمت السفارة البريطانية الصمت وأعلنت أنها تؤازر عائلتها وتبقى في الوقت نفسه على تواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية المختصة بملف التحقيق. ملف آخر للتحقيق فتحه جبل محسن اليوم للتيار الوطني الحر لمناسبة زيارة وزير الخارجية إلى الشمال، والتي رفع فيها الحزب العربي الديمقراطي البطاقة الحمراء لجبران باسيل كاشفا عن أكثر من 450 طلبا لمنتسبين إلى التيار من جبل محسن وعدوا بالتوظيف وبإقرار خطي، وفوجئوا بأنهم تعرضوا لعملية استدراج بهدف الانضمام إلى التيار من دون تحقيق وعد التوظيف. لكن الوزير باسيل لم يلغي الزيارة إلى جبل محسن وخطب من الريفا في أبناء الجبل وفي حقوق العلويين، وأطلق معركة استعادة حقوقهم قائلا نحن معكم ويلي بصيبكم بصيبنا. وقبيل بلوغه الجبل ساندته قوة نيابية علوية من فرع خضر حبيب الذي سطر بيانا استنكر فيه بشدة قرار المجلس الإسلامي العلوي الممثل في نائب رئيسه ومن سماهم الأعوان، رفض استقبال رئيس التيار الوطني الحر، وقال إن هذا الرفض للزيارة مدان وغير مقبول ولا يصب في مصلحة أبناء الطائفة. زيارة باسيل خطفت الأضواء من الملفات الأخرى التي لا تقل خطفا، وأبرزها اليوم إعلان الإفراج عن رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، والذي أكد خبر اعتقاله من خلال إشادته بالخاطف. وقال المصري إن السلطات السعودية عاملته معاملة جيدة خلال الاعتقال وأنه الآن موجود في منزله. لكن منزل المحرر مكانه السعودية، والمحتجز كان سعوديا، وإذا كان الملياردير الأردني من أصل فلسطيني قد صرح بعبارتين عن ظروف توقيفه لدى الأمن السعودي، فإن التصريح لم يتسنى للرئيس سعد الحريري بعد، على الرغم من تشابه ظروف الاحتجاز وأسبابها الضاغطة سياسيا وماليا. وقد تجمدت المحصة في الكلية السياسية للحريري في انتظار أن يجري تفتيتها أو تفجيرها بالناظور الإعلامي. أما الملياردير صبيح المصري فإن بحصه ورمله لزم تفتيته إلى الملك الأردني عبد الله الثاني الذي جرى استدعاؤه إلى الرياض قبيل القمة الإسلامية في اسطنبول للمساومة. وحينها استعمل صبيح المصري ورقة ضغط وابتزاز لكونه يشكل عصب الاقتصاد الأردني، وطلب إلى ملك الأردن عدم حضور قمة اسطنبول
لكنه خالف الأوامر الملكية وشارك في قمة نصرة القدس لكون بلاده قيمة على ملف المدينة المقدسة. والضغط متواصل، فالمحتجز الأردني أفرج عنه وأصبح تحت الإقامة الجبرية، والأردن بلاد البنك العربي ستوضع اليوم أمام خيارات دفع الثمن ماليا وسياسيا، وملك يواجه ملكا. أكد الإعلامي مارسيل غانم ضمن الأسبوع في ساعة أنه بريء، وحتى لو دخل السجن لا يستطيع أحد أن يدجنه. احنا مش تلفزيون عايم صدام حسين ولا على تلفزيون عمر القذافي، او ان احنا بدنا نلعب، وهيدا بعتقد مفروض يكون يعني الكل عايشين هذا الجو، او نحن تلفزيون. نحن انا ما بدي لا حدا يشكك بوطنيتي ولا ناطر شريط بالوطنيه من حدا، ولا بدي حدا يعمل لي لا فحص بول ولا فحص دم بالوطنيه. جورج، اخر شيء نحن تاريخنا معروف، نحن اللي ممكن نعمل نحمل قضايا لبنان على كتافنا. بعتقد في كتار اللي عم بيطبلوا بالحريات الاعلاميه اليوم وبكرامه البلد سياده البلد ما كانوا موجودين، بالعكس كانوا عم بيفرضوا بسيادة البلد. وانت بتعرف عن مين عم بحكي. هي مسألة عفوا على التعبير فرك رقبة. وانا مش من الاشخاص المعودين انه حدا يقدر يفرك لي رقبتي، خاصة انه وقال الشيخ بيير داربير على التلفزيون نحن ما بنحب اللي بيحاولوا يدجنونا. نحن ما اخطأنا مهنيا، وحديث هلا انا اقول واؤكد انه نحن لم نخطأ مهنيا. كلام أكتر. واضح انه كان في خطة مدبرة محضرة لتدجين مارسيل غانم، وهي مش حينجحوا فيها لو شو ما صار. بس حتى لو دخلت السجن جورج ما حدا حيقدر لا يدجني ولا يربيني. نحن بايام الاحتلال السوري ما حدا دجننا. جلسة استدعاء الزميل مارسيل غانم تحدد غدا الاثنين امام القاضية غادة عون، فهل سيمثل امام قوس المحكمة؟ ثلاث تهم يواجهها معد ومقدم برنامج كلام الناس مارسيل غانم. التهمة الأولى هي التدخل وتسهيل جرم الذم برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية، وذلك على خلفية استضافته الكاتبين السعوديين إبراهيم المرعي وعضوان الأحمري، على أن التهمتين الإضافيتين توالتا بعد مقدمته النارية في الأسبوع الذي تلا الحلقة الشهيرة. اثنان بجرم التحقير بحق موظف، وثلاثة بجرم التمرد ومقاومة السلطة. تحقير موظف، هل نعني بذلك وزير العدل؟ نعم، معالي وزير العدل. جلسة استدعاء غانم حددت يوم الاثنين للمثول أمام القاضية غادة عون، فهل سيمثل غانم أمام قوس المحكمة؟ لن يمثل أستاذ مارسيل غانم. سنتقدم بدفوع شكلية وفقا لأصول محاكمات الجزائية. كثر رأوا أن غانم لم يتصدى للضيوف السعوديين في أثناء هجومهم على رموز الدولة اللبنانية، لكن هل يشكل ذلك مخالفة قانونية؟ فين اسمح لنفسي أقول أنه هيدي سابقة، لأنه النص الجرمي لا ينطبق على الفعل يلي قام فيه الأستاذ مارسيل. الأستاذ مارسيل استقبل الضيف وفقط، بيوقف دوره هون. ما في أي نص بالقانون بيلزم الإعلامي بأنه يقاطع المحلل أو يمنع المحلل أو يطرد المحلل أو يوبخ المحلل. يشدد محامي غانم جوي لحود على أن عدم مثول موكله أمام المحكمة هو نتيجة الأخطاء التي وقعت فيها الضابطة العدلية في التبليغ، لا نتيجة موقف أو رسالة يريد إيصالها غانم إلى القضاء اللبناني. الإجراءات الأولية يلي قامت فيها عناصر الضابطة العدلية بمفرزة جوني لم تكن قانونية ولا وفقا للأصول، وبالتالي هي باطلة، وهذا الشيء بسمح لنا نتقدم بدفوع شكلية. لا يمكن للتبليغ أن يكون شفاهة، التبليغ لازم يكون مكتوب. الإجراءات الأولية اللي حصلت حصلت عبر الهاتف. يوم الاثنين سيقدم وكلاء الزميل مارسيل غانم الدفوع الشكلية في التهم الثلاث الموجهة إليه، على أن القضية التي باتت قضية حرية إعلام لا تزال في بدايتها. آدم شمس الدين، قناة الجديد. وضمن برنامج الأسبوع في ساعة مع الزميل جورج صليبي، أكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن قانون الانتخابات الجديد لا يخدم حزب الله. ممكن يكون في تمني سعودي، إذا نكون صريحين، ممكن يكون في تمني سعودي بهذا الموضوع،
يعني تمني سعودي لعدم تشتيت فريق 14 أذار أكثر مما أصبح مشتتا. بحصة الرئيس الحريري بيقول الرئيس بري بالعادة علاج البحصة يتم إما بالتفجير وإما بالتفتيت، ويبدو أنها قد تفتتت نزلت بالباول الظاهر بدون يعني بدون إلا إذا الرئيس بري عمل له شي عملية تنظير. شو قصة الآني؟ أني بعثت هلق لحدا عندك هوني بعثت الواتساب حتى لي يشيلوا يشوفوا إذا الأحكام إيه بس شو هي شو مضمون الموضوع؟ شركة أني عليها حكم بأوروبا عندها دعوة بنيجيريا عليها وعندها دعوة بكازاخستان وعندها دعوة بالجزائر ومديرة حكم بإيطاليا إف شو بالأربع قارات يعني أنا بس بهمني أنه يصير في تدقيق أو تحقيق مش تدقيق بس يعني تبكيل للاتفاقيات. شو نعمل قانون انتخاب يعني؟ في قانون انتخاب عادل وهذا القانون يعطي الحق لكل الناس. هذا القانون يعطي الأكثرية لحزب الله حسب رأي البعض. مش مزبوط. أول شيء هذا القانون قال إنه السعودية تريد تغيير هذا القانون. مش صحيح. هذا القانون بيأخذ من حزب الله، بالبقاع بيأخذ من حزب الله، بالجنوب بيأخذ من حزب الله، من عدة محلات راح يأخذ من حزب الله. أنا مرشح كحزب توحيد في الشوف وعليه، وإذا قدرت ومرشح ببيروت راح نرشح شخصية ببيروت على المقعد الدرزي، وعنا ترشيحاتنا بتبدأ من إقليم الخروب لشوف العلاج بعد ما انحسم شيء. بس بشرك يا ريت بيركب هذا التحالف. ليه؟ لأنه راح ركب تحالف بيني وبين الناس ضدهم ونقول كيف الناس قرر يتغير كل المعادلة. ليش هني مش مع الناس؟ ليش الناس مش معهم؟ عندهم الناس ونحن عندنا الناس. ما هو قبل شهر من الاستقالة. كانوا أخذوا أوكي هني على تشكيل هيئة لبنانية مدعومة تواجه الرئيس الحريري. ومين هي الهيئة اللبنانية؟ مين بتضم غير رضوان السيد وفارس السعيد حسب معلوماتك؟ كانوا عم يحكوا بشخصيات وقوى سياسية. اشرح لي أسماء. مني يعني أنا عرفت شو صار بأنه هاللقاء صار هيك، انعطوا ضوء أخضر. اجوا لهون ولكن طبعا كانت هذه لمواجهة الرئيس الحريري. الجديد تحصل على معلومات تؤكد أن ضحية جريمة الاغتصاب والقتل التي عثر عليها يوم السبت موظفة في السفارة البريطانية تدعى ريبيكا دايكس. بعد مرور أقل من 24 ساعة على اكتشاف جثة فتاة من قبل الجيش اللبناني في منطقة نهر الموت، والتي أكد الطبيب الشرعي نعم الملاح تعرضها لاعتداء جنسي واغتصاب قبل قتلها، حصلت الجديد على معلومات تفيد بأن الضحية بريطانية الجنسية وتدعى ريبيكا دايكس. دايكس البالغة 30 عاما انتقلت إلى لبنان في كانون الثاني عام 2017، وكانت مديرة البرنامج والسياسات في صندوق الصراع والاستقرار والأمن، والذي يعنى بتوفير الدعم الإنمائي والأمني للبلدان المعرضة لخطر النزاع أو عدم الاستقرار في السفارة البريطانية في بيروت. ريبيكا بحسب معلومات الجديد كانت موجودة ليل الجمعة في منطقة الجميزي، وغادرت قرابة منتصف الليل وحدها، ما يتطابق وتقرير الطبيب الشرعي الذي يشير إلى أن الوفاة وقعت عند الساعة الرابعة من فجر السبت. القوى الأمنية فتحت تحقيقا في الجريمة وعملت على سحب عينات من الجثة لمعرفة هوية الفاعل من خلال السائل المنوي، وتعمل على تتبع سيارة أجرة يشتبه في أن الضحية استقلتها، كما استدعت بعض الشهود إلى فصيلة الجديد للاستماع إلى إفاداتهم وتحديدا ما جرى قبل مغادرة الضحية. السفارة البريطانية التي آثرت الصمت أكدت أنه عقب وفاة مواطنة بريطانية في بيروت نعمل لتأمين الدعم لعائلتها، ونحن أي السفارة على تواصل دائم ومفتوح مع السلطات اللبنانية. حسان الرفاعي، قناة الجديد. أسرة ريبيكا دايكس قالت في تصريح لها إن فقدان ريبيكا العزيزة دمرنا، وسنبذل كل ما في وسعنا لمعرفة ما حدث.
وأول تعليق للسفارة البريطانية في لبنان جاء عبر السفير البريطاني هيوغو تشورتر الذي علق على الحادث على تويتر بالقول إن السفارة بأكملها مصدومة وحزينة بشدة لهذا الخبر. أفكارنا مع عائلة بيكي وأصدقاؤها وزملاؤها لهذه الخسارة المأساوية. ويقوم موظفو القسم القنصلي بتقديم الدعم لأسرة بيكي، ونعمل على كثب مع السلطات اللبنانية التي تجري التحقيقات اللازمة. قانون العفو العام قبل نهاية كانون الثاني 2018 والاستثناءات قليلة. سلم لي على الأهالي. الله يسلمك يا رب. الموضوع العفو جدي جدا. من جديد يبرز الكلام عن عفو عام، إنما هذه المرة أكثر حزما وجدية من وعود خلت. فبحسب المعلومات العفو العام سيشمل أساسا الموقوفين الإسلاميين غير المحكومين في قضايا إرهابية، وقد ينسحب إلى ملفات أكثر إشكالية كملف أحداث عبرة وطفار البقاع. ماشيين بآلية فرز الملفات، وعن قريب بيكون هذا الموضوع صار ناضج إجمال، بس الموضوع بعده بالعمل عليه، عم بينشغل، عم بيصير في إحصائيات للملفات، عم تنفرز الادعاءات، عم بينشاد بالحالات. في حالات كتير مثل ما بتعرفي ليالي هذه المروحة الواسعة يجري العمل إخراجيا على آليتها الدستورية. وحدد رئيس الحكومة سعد الحريري سقفا زمنيا لإقرار العفو بحسب وكيل الموقوفين الإسلاميين الذي شارك في لقاء الأهالي ورئيس الحكومة. تفاجأنا بقول الرئيس سعد الحريري أنه وعد الأهالي هناك عفو عام يشمل معظم أبنائكم، وستكون يعني هذا العفو سيكون وقته قبل نهاية شهر كانون ثاني من العام 2018. من كلمة فهمنا أنه في استثناءات، لكن هذه الاستثناءات هل ستبقى أم ممكن تبادل بالأسماء؟ يعني كمان بتجارة المخدرات في عندك نوح زعيتر، هل يتم تبادله بشخص تاني من طائفة أخرى؟ من دون الجزم بالأسماء والأرقام، اختار محامي تيار المستقبل التأكيد أن العفو سيطال عددا كبيرا وأسماء لافتة، لكن كل شيء مرتبط بالآلية التي ستعتمد. الرئيس الحريري عنده إرادة أنه هيدا العفو يعني لو مش رح يكون شامل ويشمل كل العالم، بس عنده إرادة أنه يشمل شريحة كبيرة من الملفات، يعني أكبر عدد ممكن من الملفات تنشمل ضمن معايير قانونية معينة. طيب مثلا فضل شاكر، لكن بموضوع فضل شاكر بالذات هيدا الشيء بده يعني وقائع الملف هي اللي بتفرض هيدا الشيء. يبدو أنه فضل مش كان ضمن المشاركين اللي على الأرض بهاي المعركة. ليس صدفة توقيت العمل على إصدار قانون العفو والسرعة في إنجازه قبل موعد الانتخابات النيابية، فما أجمعت عليه الأطراف السياسية أن قانونا كهذا ورقة انتخابية رابحة على قاعدة عفى الله عما مضى. ليال سعد، قناة الجديد. لبنان يخسر نصف كمية الأمطار مقارنة بالمعدلات الموسمية والتعويل على المربعانية. بين تشرين وتشرين صيف ثاني، هكذا يقول المثل، لكننا دخلنا في صيف ثالث امتد حتى كانون الأول الجاري، فلا الأمطار وفق معدلاتها ولا حتى الحرارة. بحسب إحصاءات مصلحة الأرصاد الجوية، فأن كمية الأمطار التي تساقطت حتى اليوم هي أقل من المعدل ب50%، وفي مقارنة بمتساقطات عام 2016 نجد فرقا كبيرا باستثناء الشمال. ففي بيروت انخفضت كمية الأمطار من 206 إلى 120 مليمترا مكعبا، وفي زحلة انخفضت الكمية من 237 إلى 81، وفي طرابلس انخفضت من 201 إلى 185، وفي صور انخفضت كمية الأمطار من 95 إلى 28 مليمترا مكعبا فقط. يعني هذا الشيء منه شيء غريب سبق وحصل بلبنان. بالنسبة لدرجات الحرارة مثل ما حكينا قبل شوي أنه نحن تحت تأثير مرتفع جوي أو كتل هوائية مصدرها الجزيرة العربية وشمال أفريقيا، وطبعا هذا الشيء عم تكون درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية بالنسبة لهذا الشهر. رسميا لم ندخل بعد فصل الشتاء الذي تفصلنا عنه أيام قليلة،
فيما التوقعات تشير إلى إمكان أن يشهد لبنان تساقط أمطار الجمعة المقبل. ابتداء من يوم الجمعة ببلش تأثيرها يخف وتبلش تنحسر تدريجيا، متوقعين أنه يكون في أمطار أو بداية أمطار من يوم تقريبا جمعة سبت أحد تدريجيا، لأنه منخفض جوي حاليا موجود فوق أوروبا وتدريجيا رح يقترب منا خلال الأسبوع القادم. إذن على المربعانية تعويض النقص، وهي الفترة الممتدة من 22 من كانون الأول حتى 31 من كانون الثاني، والتي يعول عليها الجميع لخلق توازن من ثلوج ومياه جوفية. نعيم برجاوي، قناة الجديد. ما سبب استقالة منتسبي التيار الوطني الحر؟ وما علاقة رفعت عيد بعدم استقبال باسيل في المجلس الإسلامي العلوي؟ لم تمر زيارة الوزير جبران باسيل لطرابلس مرور الكرام، فقد سبقها توقيف 3 منتسبين من الحزب العربي الديمقراطي على خلفية سحب أعلام ولافتات ترحيبية بالضيف الحليف، وما لبث أن أطلق سراحهم بعد ساعات. سحب الأعلام كمان غير دقيق. يلي صار أنه بعض الشباب يلي هني كانوا بالهيئة اللي استقالت سابقا، يعني هني وعدوا بوظائف، هلأ بتشوفوا بالطلبات كيف المكتوب على أفك الطلب وظيفي وظيفي، يعني هو كان انتساب إلى مكتب وظائف أكثر من هو أنه انتساب إلى حزب نؤمن بمبادئه بعقيدته بفكره ونحن لمنهج. طبعا نحن نؤمن بمنهج التيار العوني بما يسوله فخامة الرئيس الجمهورية. تم توقيف بعض الشباب، لكن مشكورة مخابرات الجيش وقيادة الجيش استدركت الأمر وأطلقت سراح اللي كانوا تم توقيفهم على أثر هذا الإشكال المحدود جدا. المجلس الإسلامي العلوي اعتذر عن استقبال باسيل لحساسية الموقف، فما صحة ضغط رفعت عيد عليه؟ هذا الكلام معيب، معيب بحق اللي أطلقه، معيب بحق مرفضه جملة وتفصيلا. نحن بلقاء الأحزاب مع بعض في زيارة لأحد مسؤولين المهمين بالتيار الوطني الحر، إذا تم الإنكار نذكره لاحقا لأنه يعني موجود، أنه بتكون تختاره إما نحن أو تيار المردة. طب هذا الموضوع بالنسبة لنا شكل صدمة، فكان جوابنا هو التالي: نحن بنشوف الموضوع حلف، لا بنشوف تيار وطني حر ولا بنشوف مردة. منطقة جبل محسن بحاجة إلى زيارة رجل دولة لأول مرة إلى المنطقة، مش من بوابة فتح مكتب ليعمل تيار علوي تاني. يرفض الحزب العربي الديمقراطي أسلوب باسيل في وضعه أمام خيارين، إما التيار الوطني الحر وإما تيار المردة، مبررا غياب الحزب عن استقبال باسيل بالتضامن مع 564 منتسبا مستقيلا من التيار الوطني الحر رأوا في التيار مخلصا من البطالة. انتسبت للتيار الوطني الحر وعدت بوظيفي وعدت بشغل أنا وعائلتي، مثلا من جميع أفراد عائلتي، هالشي ما صار. طلع حط على وراء انه ما في وظيف، ما في شيء، ما في مساعدات ولا اي شيء. انا بدي حزب ممكن تفوت معه بس كرمال وظيفه حيجي قديم بالشارع ما عم يشتغل. 564 شاب انتسبنا مع شابي لتيار وطني الحر و564 انسحبنا. من هود ال 564 كلهم كانوا موعدين بوظائف وكلهم ما قدروا يوصلوا لأي وظيفة، ولا حدا وصل لوظيفة. نحن انسحبنا فضل 4 من جبل محسن. هو جبل محسن الذي نفض عنه غبار جولات من تصفية الحسابات السياسية يشكو اليوم ظلم ذوي القربة. رواند أبو خزام، قناة الجديد. باسيل ينفي تعرضه لرشق الحجارة في البداوي ويؤكد أن اللبنانيين أحرار في خياراتهم السياسية. في جولة لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على طرابلس، تخللها افتتاح مكتب هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر وافتتاح مكتب التيار في جبل محسن، كانت للوزير باسيل أجوبة على هواجس جبل محسن. معاليك معاليك اليوم عم بيقولوا انك خيرت العلويين بين تيار المردة والتيار الوطني الحر، ما منخير حدا بين حدا. نحن اللبنانيين أحرار بيختاروا هن مثل ما بدهم. اليوم معاليك في عتب، لك شغلة، اليوم بالزيارة نحن كنا بالبداوي وبالمينا وبالجبل وهلا بكفايين على الألمون رشقوكم بالحجارة بالبداوي. مش مزبوط أبدا، ما بعرف هودي هالقد مقهورين تيطلعوا هيك أخبار. وأكد باسيل في العشاء السنوي لهيئة طرابلس أن الضعفاء يتسللون ويطلقون الشائعات في وقت يفترض أن تشكل طرابلس منطلقا لنهضة لبنان وإعادة إعمار سوريا. أيضا الجو
الطمأنينة يلي نخلقه هو يلي بيسمح لنا نعمل بالبلد الماء ونعمل بالبلد اقتصاد سليم. طرابلس مفترض تكون المحطة الأساسية بلبنان لإعادة إعمار سوريا ولا إعادة انهاض الشمال. طرابلس اليوم فيها كل المرافق العامة يلي بتسمح لها أنها تلعب هالدور. اليوم الجو السياسي المستقر أمنناه، بدكم أنتم تحافظوا عليه بهذا المشهد اللي عم نشوفه. والتيار الوطني الحر عنده مسؤولية أكبر وأكبر بأنه يكون سلة وصل بين كل الناس. وفي خلال افتتاح مكتب التيار في جبل محسن توجه إلى العلويين قائلا: نحن عشنا الإحباط فلا تدخلوا في هذه الدوامة. كل جماعة بلبنان وأولهم المسيحيين حاولت تعمل مشروع منغلق على حالها، فشلت، فشل مع المشروع وفشلت مع لبنان. وكل جماعة لبنانية سعيت لأنها تكون منفتحة على لبنان، على اللبنانيين، وتفتح على المحيط بس تحافظ على لبنانيتها وتحافظ على خصوصيتها، نجحت ونجح مع لبنان. لبنانيين قبل أي شيء تاني. بس هيدا ما بيعني إنه نحن مسكرين على وطننا وعلى حالنا. نحن بدنا نكون منيح مع محيطنا، وأول شيء مع محيطنا القريب تنعيش بسلام ومحيطنا يعيش معنا بسلام. بس عم ترجع الشراكة تستتب بالبلد، وترجع كيف الطائفة العلوية عم ترجع تستعيد حقوقها. اليوم رجع لكم سفير بملاك الخارجية، من هني ونشوف حالنا فيه. وفي لقاء شعبي في الميناء أكد باسيل أن مشروع التيار الوطني الحر يتسع للجميع ولا يكتمل من دون الطرابلسيين. نحن بدنا نشتغل السياسة سوا، مش لا ناخد أصوات ومش بس لنعمل انتخابات، بدنا هالمدينة ترجع تكون عاصمة تانية للبنان. وهيدي مطالباتها كثيرة وهيدي واجباتها كثيرة، فكلنا سوا إن شاء الله نعمل هالانتخابات ونروح على ورشة شغل كبيرة طرابلس تكون المحطة الأساسية لأعمار لبنان ولأعمار سوريا. ومن منطقة البداوي جدد باسيل أن قوتنا في اتحادنا سويا كلبنانيين، قائلا: إن المشاريع المقدمة للمنطقة تفيد أبنائها وكل اللبنانيين، بدءا بمعمل الكهرباء إلى المصفات وغيرها من المشاريع. رواند أبو خزام، قناة الجديد. النائب خضر حبيب أصدر بياناً استنكر فيه بشدة قرار المجلس الإسلامي العلوي الممثل في نائب رئيسه وأعوانه رفض استقبال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وقال إن هذا الرفض للزيارة مدان وغير مقبول ولا يصب في مصلحة أبناء الطائفة، مؤكداً أن من يدعي الحرص والحفاظ على حقوق أبناء الطائفة يزرع بذور فتة جديدة نحن في غنى عنها، واضعاً ما جرى في إطار المحاولة المكشوفة للبحث عن دور والعودة إلى الأضواء وادعاء تمثيل الطائفة وحماية مصالحها. وأضاف إن مصالح الطائفة العلوية مصانة تحت سقف الدولة التي تحمي الجميع من دون استثناء، وليس تحت سقف الميليشيات. بدوره القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي، نائب الرئيس محمد خضر عصفور أصدر بيانا أكد فيه أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول زيارة باسيل للمجلس الإسلامي العلوي غير دقيق، وقال إن المجلس يثمن مواقف الوزير وجهوده في خدمة لبنان واللبنانيين بشرائحهم وطوائفهم كافة، لسيما مواقفه المشرفة في المرحلة الدقيقة التي مر بها البلد وتحويل أزمته إلى إنجاز بتوجيه من الرئيس ميشيل عون، وأمل من وسائل الإعلام عدم تحميل موضوع الزيارة منحا في غير محلها. في خلال لقاء تكريمي لإعلامي الجنوب في بنت جبيل، أكد النائب حسن فضل الله أننا مررنا في محطتين أساسيتين، الأولى هي ما حصل على المستوى السياسي في الداخل، والثانية هي في مواجهة تبعات قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وفي هاتين المحطتين كان لبنان دولة تدافع عن القضايا الأساسية والسيادية والكرامة والمصالح الوطنية، وهذا ما كان ليتم لولا المعادلة التي نشأت بعد انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية. ولو كان في قصر بعبدة رئيس غير العماد عون لما رأينا هذا الموقف من قضية القدس.
كان دائما يطالب بانسحاب الآخرين من لبنان. هلا في ناس صارت تطالب بانسحاب اللبنانيين من الخارج. نحن مقبلون في العام المقبل على انتخابات نيابية جديدة. وضعت الأسس القانونية لها، وأيضا الإجراءات العملية التي بدأت، وحددت المواعيد. واحدة من الإنجازات الكبرى التي نفاخر نحن في تحالف حزب الله وحركة أمل، أننا أسهمنا بشكل كبير بتقديم قانون انتخابي جديد للبنانيين، قائم على النسبية التي تعطي لكل مواطن القدرة على التأثير بالانتخابات. ونحن سنذهب إلى هذه الانتخابات بلوائح موحدة ومكتملة كحزب الله وكحركة أمل. رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أكد أن قضية القدس أكبر وأعظم من أن تكون مقايدة في معاهدة أو اتفاق بين نظام عربي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. في خلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم لفقيد المجاهدين الحاج فايز مغنية أبو عماد، والد الشهيد القائد الحاج عماد مغنية والشهيدين جهاد وفؤاد مغنية في مجمع الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في بلدة طير دبة، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن المقاومة اليوم تقوم بواجبها بشكل كامل، وهي تقوم بدورين محوريين في لبنان والمنطقة. الأول أنها تحافظ على كرامة الوطن والأمة وتحميهما من خلال إقلاق العدو الصهيوني والوقوف سدا منيعا أمام مشاريع أمريكا وإسرائيل في هذه المنطقة. إذا كان هناك أحد في هذا العالم يتخيل أن المقاومة ستتعب أو تتخلى عن دورها، فإن هؤلاء يتعبون ويموتون ويرحلون ويتركون كراسيهم وعروشهم، والمقاومة تبقى في موقعها لتدافع عن الوطن وعن الأمة وعن كرامة الوطن والأمة. اللبنانيون عليهم أن يعرفوا أنه إذا تم، وهذا لا يحصل إن شاء الله، إذا تم التغاضي عن تآمري على القدس، فإن التوطين في لبنان سيكون أمرا بسيطا وعاديا، كما قلت سيحتاج إلى أنظام لترامب. حينئذ لبنان أمام مشكلة كبيرة، والمنطقة كلها والمنطقة كلها أمام مشاكل كبيرة وكثيرة. وقال صفي الدين: بتنا نتحدث بوضوح أكبر من أي زمن مضى عن العدو الصهيوني ومؤامراته، لا سيما أن القرار الأحمق الذي اتخذه ترامب فضح السياسات الأمريكية المعادية. في مؤتمر صحفي في بلدة قرطبة، النائب السابق فارس السعيد يرد على الدعوى القضائية المقامة ضده على خلفية تغريدة شكلت إهانة لحزب الله. صار معي خطأ بالكتابة باسم حزب الله. اتحرك رئيس جهاز الأمن والاستطلاع بحزب الله السيد وفيق صفا، واتصل بمعالي وزير العدل طلب منه تحريك النيابة العامة من أجل استجوابي أو استدعائي لدى النيابة العامة. معلوماتي بتقول، وأكد هذا الموضوع تصريح وزير العدل امبارح، بأنه وزير العدل طلب من وفيق صفا أو السيد وفيق صفا بأنه التريث بهذا الموضوع، خاصة بأنه قال له أنه الرجل شال التغريدة من حسابه واعتذر أيضا من الجمهور العريض. يبدو أنه لم يقتنع حزب الله بكلام الوزير جريساتي، وطلب من محامين متدرجين ينتسبون أو ينتمون إلى الفضاء السياسي لحزب الله أن يتقدموا بإخبار. قبل الإخبار مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، وبعث هذا الإخبار لمدعي عام جبل لبنان. بعد اطلاع مدعي عام جبل لبنان على الملف طلبت استدعائي أو الاستماع لإلي. أنا طلبت أنه نعم أني أمسل بأسرع وقت ممكن، وامبارح تفاجأنا أنه تبلغنا عبر وسيلة إعلامية أنه أرجئ هذا الاستدعاء أو أرجئ هذا الاستماع. ونحن لا هالمنطقة مقطوعة من شجرة، ولا نحن مقطوعين من شجرة، لا بالسياسي ولا بالاجتماع ولا من الأهل. بقدر ما نحن منحترم الدولة ومنحترم القانون، بقدر ما منطالب أنه هذه الدولة تحترمنا وتعاملنا تماما مثل ما بتعامل غيرنا.
كل اللي بدنا نقوله انه انتم مش مؤتمنين على الذات الالهيه. الله مش لفريق بلبنان، الله مش لحزب بلبنان. القدس تحضر في طرابلس من خلال اعتصام للقومي. أطلقت طرابلس صرختها باتجاه القدس. ليس الرئيس الأمريكي من يقرر مصير عاصمة فلسطين، أبناء هذه البلاد فقط يقررون مصيرها. خلال اعتصام بدعوة من منفذية طرابلس في الحزب السوري القومي الاجتماعي، تأكيد على رفض إعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. القدس لنا، لفلسطين كما للبنان، للشام كما للعراق، للكويت كما للأردن، هي ملك أمتنا. سوريون قوميون اجتماعيون أتوا للمشاركة من الضنية والكورة، إضافة إلى تمثيل نقابي ورسمي من عدة أحزاب وتيارات سياسية لبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية. تاريخنا عز والعز فطرتنا واستشهادنا حياة. لقد أثبت التاريخ أن لا استسلام في هذه الأرض، وأن دماء أبنائها نهر غزير يجرف الغزاة. بناء على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة اللبناني المفقود جوزيف جورج وردي من مواليد عام 51، والذي غادر مركز عمله لبيع المجوهرات أمس في محلة كرم الزيتون في الأشرفية إلى بلدته بحرصاف في المتن، قاصدا منزله على بت سيارته من نوع تويوتا طراز تيرسل لونها ذهبي وتحمل اللوحة رقم 214-187 واو، ولم يعد حتى تاريخه. وطلبت المديرية ممن شاهده أو لديه أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة الدرك الأقليمي على الرقم 01-328-094 للإدلاء بما لديه من معلومات. بعد الإعلان، ماكرون مضطرون إلى الحديث مع الأسد. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الانتصار على تنظيم داعش في سوريا سيتحقق في نهاية شهر شباط المقبل. وفي مقابلة مع قناة فرانس 2 قال ماكرون إن العدو الأساسي هو داعش وليس الرئيس السوري بشار الأسد، وإن المجتمع الدولي سيضطر إلى التحدث مع الأسد بعد هزيمة داعش النهائية في سوريا. وأضاف إن بشار الأسد عدو للشعب السوري وعدوي هو داعش، مشيرا إلى أن الأسد سيبقى في سوريا لأسباب، منها أن القوى التي كسبت المعركة على الأرض سواء كانت روسيا أو إيران تدافع عنه، لذا لا يمكننا القول إننا لا نريد التحدث معه أو مع ممثلين عنه. قائد فيلق القدس قاسم سليماني يستسلم في لعبة فيديو سعودية. قوات المملكة العربية السعودية تجتاح الجمهورية الإسلامية في إيران، هي خلاصة فيلم قصير مدته 6 دقائق بعنوان الردع السعودي، قامت بإنتاجه مجموعة من الشبان السعوديين. المشرف على عملية الاجتياح ما هو إلا ولي العهد محمد بن سلمان. أما سبب الحرب فهو مهاجمة القوات الإيرانية البحرية باخرة إغاثية سعودية في المياه الإقليمية. تقرر المملكة إثر ذلك استنفار قواتها العسكرية والبحرية والجوية والبرية. الصواريخ السعودية تطلق في اتجاه الجمهورية الإسلامية. طائرات التايفون البريطانية والF-15 الأمريكية تقصف المفاعلات النووية وقاعدتها العسكرية. بسهولة وسرعة كبيرة تنهار القوات الإيرانية أمام الضربات السعودية، ويبدأ الاجتياح البري لإيران أو ما يحلو للسعوديين تسميته تحريراً. الدبابات السعودية في طهران والإيرانيون يرحبون بالفاتح المحرر. الفيلم الذي أنتج على شكل ألعاب الفيديو لا يظهر أي شكل من أشكال الردع الإيراني في مقابل الردع السعودي. اللقطة الأخيرة تكشف الرغبات المستورة. قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني يستسلم مذعورا أمام الضربات السعودية. هو سيناريو عسكري يعكس رغبات لطالما جاهرت بها القيادة السعودية، على أن السيناريو العسكري
أقرب إلى الخيال العلمي أو السعودي. آدم شمس الدين، قناة الجديد. دعوات عراقية لحصر السلاح في يد الدولة. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء تطبيق حصر السلاح في يد الدولة، وذلك في بيان نشر على تويتر. ورحب العبادي بدعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي سياسياً، وأكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، وهو ما يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه. وتعمل الحكومة العراقية على تنظيم الحشد الشعبي وفق السياقات القانونية للدولة، حسب رئيس الوزراء الذي أضاف إن وجود المتطوعين يمثل سياسة ثابتة للحكومة. وكان المرجع الديني علي السيستاني قد دعا إلى حصر السلاح الجماعات التي شاركت في القتال ضد داعش بيد الدولة عبر ضمها إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق. وحذر رجل الدين البارز من التراخي في مجال الأمن، قائلا أن تحقيق النصر على داعش لا يعني انتهاء المعركة ضد الإرهاب، وأضاف أن المعركة ستستمر وتتواصل مدام هناك أناسا قد ضللوا واعتنقوا الفكر المتطرف الذي لا يتورع عن الفك بالأبرياء وسبي النساء والأطفال وتدمير البلاد بأساليبه الخبيثة. ورأى السيستاني أن محاربة الفساد معركة لا تقل ضراوة عن المعركة ضد الإرهاب إن لم تكن أقوى. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عزمه نقل السفارة التركية إلى القدس الشرقية. بعد أيام على قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعتزم فتح سفارة لها في القدس الشرقية من دون أن يوضح كيفية تنفيذ هذه الخطوة. وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في إقليم كرمان جنوبي البلاد أن القنصلية العامة التركية في القدس يمثلها سفير بالفعل. وفي الموضوع السوري لفت أردوغان إلى أن بعض الجهات لا ترى في الإرهاب بلاء يتوجب تدميره، خاصة أنها تستغله أداة لتنفيذ مصالحها. إن شاء الله اقترب اليوم الذي نفتتح فيه رسميا بإذن الله سفارتنا هناك. إن المسرحية التي جرت في محافظة الرقة السورية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني وجهان لعملة واحدة، فالتعليمات لأحدهما بالفرار والآخر بالسيطرة صدرت من جهة واحدة. لقد خرج إرهابيو داعش من الرقة أمام مرأى العالم عبر تدخل ذراع جهة يعلمها الجميع. وكان عدد من المناطق التركية قد شهد تظاهرات حاشدة منددة بالقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل جائزة لزيارة الرئيس. أهلا بكم من جديد. الأخبار الفنية في تقرير زميلة دارين شاهين. مرحبا. من بعد ما حكينا مبارح عن الفيلم اللبناني غدا العيد اللي نال جائزة لجنة التحكيم بمهرجان دبي السينمائي، اليوم رح نسلط الضوء على فيلم زيارة الرئيس للمخرج سيرير العريس يلي نال جائزة لجنة التحكيم عن الفيلم القصير. خلينا نتابع سوا. We move to the Mohr shorts and the prize and the jewelry prize goes to the president's visit. نحن فخورين فيك. شو بتعني لك الجائزة اليوم من دبي فيلم فست؟ هيدا it's a big honor، يعني شرف كبير يجيني يعني جائزة من العالم العربي، لأنه نحن عم نجرب نعمل سينما عربي. خلينا نرجع نذكر المشاهدين عن الستوري، قصة الفيلم هو شورت فيلم صح؟ أي نعم، هو شورت فيلم قصير
اسمه ذا بريزيدنتس فيزيت، زياره الرئيس، والقصه بتصير بضيعه لبنانيه، ضيعه ساحليه، لزياره كرمال يشتري صابون لانه عندهم صابون هاند ميد. منكمل مع الأفلام الرابحة وتحديداً فيلم تعمل اسمنت للمخرج السوري زياد كلثوم يلي نال جائزة المهر لأفضل فيلم وثائقي، وقد استلم عنه المخرج والمصور والسيناريست اللبناني طلال خوري. طب بلش انتهيت السفر ومد إيده على جيبته وعطاني مفاتيح بيتنا، قال لي بس تبلش الحرب المعمرجي بيروحوا على بلد تاني خلص حرب وبينطلوا الحرب ببلد لتخلص ويرجعوا يعمروها. اخذين بهيدا الفيلم جوائز باوروبا عديده، وهيدا البريمير عرب او بريمير تبع الشرق الاوسط، وكثير شغله كبيره انه نربح هيك فيلم بيحكي عن اضطهاد العمال السوريين بلبنان، نربح هيك فيلم بهيك فيلم نربح بمهرجان عربي، هيدي شغله منا تفصيل منا شغله صغيره. انا مدير التصوير تبع الفيلم ومشارك بكتابه الفيلم، وزياد خيي وحبيبي وصاحبي وانا بحبه ويا ريت كان معنا. ابي بعدني ناطر. هيدا كان كل شيء لليوم. وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع نور صومة. مرحبا. أطلقت المجموعة اللبنانية المستقلة لترندينج هاشتاج وين وزير البيئة، حيث عرضت صور وتقارير عن الآثار السلبية لمطامر ومكبات النفايات فضلا عن نتائج أحرائها على صحة اللبنانيين. كما طرأ المغردين إلى قضايا الكسارات وتلوث نهر الليطانة، وطالب وزير البيئة بالاستقالة بسبب عدم نجاحه بإقرار الخطط البيئية المطلوبة من وقت تولي منصبه. انتشرت التويت وتساءل الناشطين قبل ما نسأل وين وزير البيئة إذا نحن عنا وزير بيئة. تداول رواد السوشيال ميديا وعلى المواقع الإخبارية صورة شجرة الميلاد بمنطقة الدامور يلي تزينت بطريقة مميزة بالموز، فقامت البلدية برفع شجرة مصنوعة من هالنوع الفواكه باعتبار الدامور الساحلية بتشتهر بزراعة الموز، لتلاقي الشجرة تفاعل إيجابي من قبل الناشطين. الدول على السوشيال ميديا خبر إعلان السعودية أنها رح تسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية والشاحنات اعتبارا من حزيران 2018، وأجت هالخطوة ضمن إطار تنفيذ رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات. وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه ما رح يكون في تمييز لسيارات النساء بأرقام ولوحات خاصة، وألمحت لاحتمال نشر عناصر شرطة نسائية على نقاط التفتيش على الطرقات. لهون نكون وصلنا لنهاية ترند يلي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا. كان في النشرة وهاب للجديد قد يكون تمن سعودي حل دون بق البحصة. نزلت بالباول الظاهر بدون. مارسيل غانم من الأسبوع في ساعة لن أدجن. واضح أنه كان في خطة مدبرة محضرة لتدجين مارسيل غانم. ريبيكا دايكس البريطانية ضحية القتل والاغتصاب. جبل محسن سار عكس التيار ورفض زيارة بسيط. 564 شاب انتسبنا مع شابة لتيار وطن الحر و564 انسحبنا. منطقة جبل محسن بحاجة إلى زيارة رجل دولة، مش من بوابة فتح مكتب ليعمل تيار علوي تاني. إردوغان يعلن عزمه نقل السفارة التركية إلى القدس. ختم النشرة، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.